رجعنا لكم ولسه مكملين معاكم احتفالاتنا خلاص على مشارف 2022 كمان ساعات، وبنختم معاكم بقى 2021 بحلوها ومرها. وقررنا كده ان احنا نبدا سنه 2022 باجواء وسهره ترابيه جميله كلها اغاني حلوه ومختلفه ومتنوعه من كل شكل ولون. واللي هيسمعنا الاغاني الحلوه دي مطربه الاوبرا الجميله الشابه مريم هاني، وكمان العازفين الموهوبين اللي معاها ابانوب اشرف وفادي حليم، وهم من اعضاء فرقه ام كلثوم. النهارده بقى يا جماعه يمكن الفقره كلها اغاني قديمه واغاني جديده، وهتستمتعوا بعود وطبله وصوت جميل لمطربتنا الجميله مريم هاني. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه. حضرتك طيبين. ايه الهدوء ده؟ احنا كنا في البروفا دلوقتي ما كانش فيه هدوء ده. بصراحه يا جماعه يعني احنا استمتعنا، وخلوني كده احس بالسنه الجديدة بجد، وهتستمتعوا معانا دلوقتي. انا مش هحرق الافكار ومش هنسألهم كتير، احنا هنسمعكم اكتر. بس خلينا نتكلم كده عن فرقة طبعا يعني العظيمة طبعا الراحلة الفنانة الكبيرة ام كلثوم. هل هي فعلا الفرقة دي اصلا من اكبر الفرق في مصر والوطن العربي؟ وايه اصلا الفرقة؟ كلمونا عنها وايه اللي بيتم فيها بالظبط. هتكلم انا ولا الفرقه؟ ام كلثوم طبعا معروفه جدا عالميا، هي كانت متصدره لفتره كبيره في الفتره اللي فاتت. بعدين يعني جه وقت كده يعني في الحوار، يعني الحوار قل شويه. بعدين الحمد لله احنا بنرجع دلوقتي وحفلاتنا كترت، والدكتوره ايناس عبد الدايم طبعا يعني دعمانا جدا ما شاء الله طبعا. ورؤساء الاكاديميه طبعا يعني دعمنا ومدينا طبعا كل الطاقه الحلوه، وان شاء الله راجعين بقوتنا يعني. ان شاء الله على خير. حلو قوي. طيب ابانوب قول لي ازاي انضميتوا لفرقه ام كلثوم اساسا؟ مريم لسه قايله الاكاديميه هي اكاديميه الفنون اللي في الجيزه، بتضم معاهد العالي للموسيقى العربيه، الكونسرفاتوار، السينما، الفنون المسرحيه. احنا زمايل كده، انا فنون مسرحيه. شرف ليا. شفت حاجه اغني معاكم بقى؟ يلا يعني يلا بقى يعني مع بعض. انت كنت بتطبل من شويه. ايوه بقى. كل ما تخلي طول المسطول ده معاهد على بعض. بس فرقه ام كلثوم الرؤساء بتوعها او المسؤولين عنها هم دكاترتنا. عندنا دكتور محمد عبد الستار، دكتور عمرو ناجي، مش عايز انسى حد، بس الدكاتره دول دكاتره كبار في المعهد عندنا، وهم المسؤولين عن الاقسام بتاعتنا، قسم اصوات او قسم الات. ومع الوقت بيسهلوا لنا ان احنا نخش الفرقه مع اختبارات وكده. بس فبننضم عن طريق ده فرقه ام كلثوم. طب فادي يعني انا هسالك بقى سؤال وتسمعونا حاجه عشان نسمع صوتك، عشان حاسك انت مش هادي قوي كده يا فادي. هادي. قول لي طيب ايه الاستفاده اللي انتوا استفدتوها من فرقه ام كلثوم؟ يعني انت شايف ان انت مثلا زي ما كانت مريم بتقول من شويه ان هي كانت الفرقه متصدره وبعدين راجعين تاني بقوه، اكيد سمعت عن حاجات الفرقه مرت بيها، اكيد في اوجه استفاده كتير حصلت، ايه ممكن يكون اكتر حاجه شايف ان هي طبعا اهم حاجه ان انت بتكتسب خبره، يعني مع كل مشكله انت بعدها لازم تكتسب خبره، حتى لو فيما بعد. يعني انت دلوقتي الفرقه واقعه مثلا ما فيش شغل كتير والكلام ده، بس قدام لما تلاقي الدنيا بقت كويسه والمحنه عدت فانت بتكسب خبره والدنيا بتبقى لذيذه، يعني دي اهم حاجه بالنسبه لك.